على هذه الزياره اللي كتنتابهوا لنا، الله يجازيكم بخير. انا راه عبد الهادي احد البائعه تاع سوق بئر الحلو، ونعم سيدي جا الحجر جا المراد احترمناه بكل تحنا مغاربه، واحترمته السلطه وطبقت معنا القانون، وكنشكروهم وكنشكروا الاطباء، كنشكروا جميع الاطر اللي وقفات على هذا المرض، وتحنا من الناس اللي حيدنا على قبل المرض. علاش؟ باش من السلطه ما تكعاش علينا. القايد جا قال لنا حيدوا، حيدنا بلا تراكسات بلا رجال الامن بلا جميع السلطه، ما جاتش لقات معنا المشكل. ونهار بدا الشيء كيتنقص جينا عند ساعه القائد، جينا عند الباشا كنستعطفوه باش يتعامل معنا، ولكن دابا كيقول لك حنا السوق نساو. علاش وعدتينا؟ قلتينا في النهار جيتي دويتي معنا قلتينا السوق مده يتحيد هذا المرض وان شاء الله جو ترجع تبيعوا تشريوا، ولكن دابا ما بقيناش لقينا الوعود، ولينا لقينا الضرب، يعني كيضربوك بواحد القانون ديال السير دير اللي بغيتي، يعني دير اللي بغيتي. انا ما نقولش سير دير الاجرام، لا، انا ما كابرش في هذاك الشيء، واغلبيه ما كابرينش، كيتولد هذا الشيء من هذا الشيء، وحنا ما بغيناش نوصلوا. كنطلبوا من الناس يحترمونا ويديروا لناش الخبز، انا ما باغيش العيد، العيد ما غنشريش. علاش؟ نكلف راسي، ربي ما مكلفنيش، بغاني ندي لولادي الخبز، ندي لهم الحلال، نبقى نعيش بالحلال، تنكبر ولا نموت، وحده فيهم، هذا الشيء اللي كنطلب الله، قدر عليا شي حاجه ديال المكاتب ديال السوء، راه ما غاديش نديرها انا بيدي انا، هذا الشيء اللي غنقول لهاد الناس، والله يهديهم علينا، كنطلبوهم، كنطلبوا سيدنا، لأن سيدنا هو اللي كيدعمنا، هو اللي عاوني بهاد 1000 درهم، أنا عندي جوج وليدات، هاد 1000 درهم راه هي ما دايرة ليا والو، ولكن كتحس أنها مبادرة، جات من عند واحد السيد اللي هو الملك ديالنا كيقلب علينا على الخير، وتحنا السلطة بغيناهم يتعاملوا معنا بحال هكا، بغيناهم يديروا لنا ولادهم، ماشي حنا ما أديناهمش، بغينا القانون، بغينا السلطة ديما تبقى في ظهرنا، نديرها نلقى السلطة كنعرف راسي أنني مواطن، وراه هاد الشيء الحمد لله. ما الحمد لله كنطلبهم يستعطفوا ويتعاملوا معنا، لان اي واحد عنده ولد زوج ثلاثه راه الاغلبيه راه كاين الفقير، راه كيولد الولاد، راه ما كيولدش المال، كيولد الولاد، والولد يقدر يخرج الدير ما يخرج كل شيء مزيان، والولد الا بغى الله. وكنطلبوكم وكنطلبوا هاد الناس، وعاش الله، عاش دائما الله دير فينا خير، وعاش سيدنا، عاش سيدنا وعاش المغرب، عاش المغرب، حنا عايشين فيه، غنعيشوا فيه بالكرامه، وبغينا ديما الكرامه، ما بغيناش نكونوا محطين بمستوى. علاش كيقول لك خدار؟ كاين اغلبيه الفكر ديالو كيقول لك راه ماشي ما مثقف ما متعلم، يعني اغلبيه كتكون مستوى عنده ضعيف شويه، كيكون مستوى اعدادي قليل كيوصل، كاين دوزو خداره مستويات تبارك الله، ولكن سهل عليهم الله لان عندهم مستوى، ولكن حنا ناس ثقافتنا على قدنا، يعني غنعيشوا بائع، ما غاديش نقدر نمشي نخدم شي خدمه انا دابا، انا غنخدم نضرب الهز على كتافي نضرب، ولكن ما عنديش شي مستوى اللي نمشي. فاش كنت في الكاتريام دفعت في 98 97 دفعت للامن وما تقبلش، هذيك الساعه كانت بالامن، وهي رضمي سميتي رضمي عبد الهادي، الا كذبت على الامن راه بايجبدوني. 97 98 دوزت الكاتريام بهم رجال الامن وما تقبلتش، ولكن مشيت دوزت الامتحان، دوزته كاي شاب طموح. هذا ما بقاش الشباب، راه 98 هذيك الساعه عندي 18 19 عام، هذيك الساعه باقي شاب، دابا انا عندي 42 عام الحمد لله. وكنشكركم نتوما، وكنشكر المغاربه، وكنشكر الجميع اللي بغى لنا الخير، واللي ما بغاش لنا الخير هو كنشكروه من هذا المنبر هذا. ساعه القائد بغينا يتعامل معنا، بغينا يتعامل معنا، وبغينا الباشا، وبغينا العامل، حنا ما بغيناش نمشيو للعماله، باش ما يقولوش لك لا راه كتزيد في هذا الشيء، على انا مشيت للعماله غنوقف، راه غيقول لك انت دابا غدير مظاهره، وانا ما باغيش ندير مظاهره، انا كنطلب الخبز، بغيت الخبز، بركه عليا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.